اليوم 13 رمضان، السوق حامي ما شاء الله. عند المركز اليوم السوق حامي، موجود جميع الفواكه من الموز والبرتقال والليمون والتيمور والطماط والكوسة والجزر والبامية والبطاط والعنب والبصل والكوبش. والكوبش هذا مكانه موجود، الكوبش. والناس كلهم الآن موجودين تحت الحمر، المتفرجين والمشتريين. نحن الآن نصوركم من تحت الحمر مباشرة. هذه المناظر، وهذول الشباب جميعا، والسوق حامي اليوم. السوق حامي حامي حق المكان. الناس كلهم متحمسين، والله كلهم متحمسين يشتروا كلهم. ما معك يا صبي؟ يا صبي انزل. هلا.